هذا اجتماع ديال المجلس الوطني في الدورة ديال 27 ومخصص أساسا ليس فقط لتقييم العمل الحزبي والعمل القيادة الحزبية في إدارة الحزب، ولكن مخصص كذلك لتهيئة للمؤتمر المقبل اللي غيكون في بداية السنة المقبلة. نحن كحزب التزمنا أخلاقيا وسياسيا وحزبيا باش يكون المؤتمر في وقته القانوني وفي وقت درنا فبراير 2020 ودابا غنديرو في فبراير 2024. القانون كينص على 4 سنوات والنظام الأساسي كينص على 4 سنوات والتزمنا، فالآن غتكون بعد التاريخ فالآن غتكون تكوين لجنة التحضيريات هما سيتم التقسيم ديالها إلى مجموعة اللجان حسب الاختصاص، وستنتخب رئيسها اللي غادي يشتغل ويشرف على العملية ديال تهيئة ديال المؤتمر المقبل. نحن الآن في خط مستقيم نحو المؤتمر، إن شاء الله سيكون هناك مؤتمر ناجح بكل المقاييس. شكرا. إذن هذا مجلس وطني مهم بالنسبة للحزب، لأنه تيجي قبيل انعقاد المؤتمر الحزب اللي إن شاء الله يكون في الوقت ديالو السنة المقبلة حسب القوانين التنظيمية ديال الحزب. هذا كيدل على أن الحزب ديال الأصالة والمعاصرة حزب الحمد لله قوي بالمؤسسات ديالو بالتنظيمات ديالو، وكيمشي المؤسسات ديالو حسب القوانين ديالو كيحترمها في إطار الديمقراطية الداخلية ديالو، وهي كذلك فرصة باش المسائل الكبيرة اللي كتتعلق بالتوجهات ديال الحزب واللي كتتعلق بالتنظيم ديال الحزب واللي كتتعلق يعني بالديناميه ديال مختلف الشرائح اللي كتكون الحزب حتى هي تعرف واحد الزخم اللي كيوازي المشاركه ديال الحزب في الحكومه، اللي كيف ما كتعرفوا هي مشاركه وازنه ومهمه في ظروف دوليه كتعرفوها ماشي سهله، واللي هاد الظروف كتجعل انه الشق الاجتماعي والحس الاجتماعي خصو يكون حاضر في العمل الحكومي بطبيعه الحال كيف ما كنطمحوا له وكيف ما كنديروا مع جميع الفرقاء السياسيين. صراف الدوره 27 ديالو، وكما شفتوا واحد جدول الاعمال قائم، كانوا اللجان اللي عطاو التقارير ديالهم، وكذلك حاليا مجتمعين الجهات باش نشكلوا اللجنه التحضيريه للمؤتمر الخامس ديال حزب الاصاله والمعاصره، اللي المناضلين والمناضلات كما جرت العاده بين واحد روح المسؤوليه كبيره واحد النقاش كان بمستوى عالي، وتنستعدوا في اجواء رائعه ديمقراطيه وديال انصات الجميع للمؤتمر المقبل ان شاء الله، وغادي تكون محطه تنظيميه اخرى من مسار هذا الحزب الكبير اللي هو ثاني قوه سياسيه في البلاد، واللي بين على القدرات ديالو في التدبير لا المحلي لا الوطني لا داخل الحكومه لا في المجالس الجهه ولا المجالس المنتخبه، وكذلك واحد الحمد لله كان واحد الحضور قوي وكبير، 100% ديال المناضلات واعضاء وعضوات المجلس الوطني حضروا معنا اليوم وبينوا على التشبث ديالهم بحزب الاصاله والمعاصره اللي التنظيمات ديالو تتشتغل بطريقه دائمه. اليوم كيف ما كتعرفوا حزب الاصاله والمعاصره كينضم المجلس الوطني ديالو باش وبالطبع نقط النقاش اللي غتكون فيها هو كنوجدوا المؤتمر المقبل ان شاء الله المؤتمر العادي. فالهدف ديال هذا اللقاء بالطبع هو التقارير اللي غتعطينا اللجان المختصه في مجموعه ديال القضايا النسائيه الشبابيه والقضايا السياسيه الاخرى، زائد على هذا اللجنه اللي غتسهر على تنظيم المؤتمر المقبل ان شاء الله. والحمد لله كيف ما كتشوفوا اجواء جد عاديه، والهدف مره اخرى هو التعاون من اجل انجاح المؤتمر المقبل. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.